الخير على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع من كل مكان. احنا النهاردة موجودين في المؤتمر الصحفي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة السابعة. احنا النهاردة اتناقش تفاصيل كتير جدا عن المهرجان الدورة السابعة بالتحديد. طبعا رئيس المهرجان هو الأستاذ الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان هو الأستاذ سامح فهمي، وطبعا نائب رئيس المهرجان هي الفنانة الكبيرة، أو ممكن نقول الفنانة الشابة، هي منة بدر تيسير. اهلا بحضرتك استاذه نهان، معانا على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك يا حبيبتي. اول حاجه كده كلمينا عن احساسك بالمشاركه في مهرجان نقابه المهن التمثيليه بالدوره السابعه. النقابه ما بتعملش اي حاجه بجد، والله مش بقول كلام يعني عشان انا في النقابه، لا لا، الدكتور اشرف زكي حريص جدا ان النقابه ما يطلعش من عندها اي حاجه غير على مستوى ثقافي عالي ومستوى حاجه مدروسه جدا. طبعا احنا من ضمن 80 مسرحيه اخترنا 25 مسرحيه النقابه طبعا والدكتور اشرف على راسهم، وطبعا اربع مسارح، عندك اربع مسارح موجودين، عندك بترجعي ثقه للمسرح تاني، ودي اهم حاجه بقى. انت بترجعي حاجات الناس تتفرج عليها يعني تبقى مبسوطه وهي بتتفرج، وبتدي معلومات حلوه. عايزه اقول ان اربع مسارح ده حاجه حلوه جدا، مش عدد قليل، تنوع الدوره، تنوع مسارح كلها حلوه جدا ومسارح مش قليله، انك بتدخلي الناس اي حد يقدر يدخل. طب ايه رايك في الورش التدريبيه او التدريبات يعني اللي هتحصل في الدوره السنه دي؟ تفتكر دي ممكن تدعم المشاركين والشباب اللي نفسها تخش فعلا المسرح؟ طبعا طبعا، انت ما فيش حاجه من غير التدريب بيثقل الموهبه، وده شيء طبيعي، فدي طبعا هتدعم جدا. وبعدين احنا عندنا كمان داعمين معانا في المهرجان، داعمين كبار جدا يعني، عندنا المتحده طبعا، عندنا سينرجي، عندنا مودرن، عندنا بابا جونز، مش عارفه اسامي، مش عايزه عمال اقرا اسامي من هنا، كيو ان بي، يعني عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا حقيقة، مرشدي، مش عارفة أقول كل الأسامي، بس مجموعة كبيرة جدا دي بتدعم معانا حلو يعني، عارفة تحديد إمكانيات كويسة إن شاء الله. من خلال خبرتك الكبيرة في المسرح، تفتكري المسرح الأيام دي أو الفترة دي مثلا متأثر عن زمان ولا لأ زي ما هو؟ بصي، مسرحية حلوة هتلاقي ناس تتفرج عليها. اهلا بيكي في تلفزيون اليوم السابع. في البدايه كده عايز اعرف استعديتوا المهرجان ازاي في الدوره السابعه؟ احنا عامه في كل دوره يعني الدورات كلها السابقه احنا بنبقى يعني بنستعد قبلها بفتره طويله، بتبقى بشهور، وبتبقى في فتره اللي هي بتبقى قبل المشاهدات لان بيبقى في ناس كتير مقدمه، وبعد بقى التصفيه بتبقى في بقى مراحل تانية، عندنا مراحل طويله يعني. فكره تاسيس مهرجان بتبقى صعبه في الاول، والنجاح بتاعه ده بيبقى حاجه يعني ليفل بتوصلي له حلو، بس الحفاظ عليه وتطويره بيبقى اصعب. مهنه كلها ان احنا نعمل عروض مسرحيه كبيره، نعمل مهرجانات مسرح، نبقى طول الوقت مسارح في مصر عليها نور كبير، عليها عروض مسرحيه كبيره، فالسنه دي الدوره كبيره ومختلفه. طيب في عروض كتير كانت متقدمه في الاول للمهرجان في الدوره السابعه، ازاي بيتم اختيار العروض او فلتره العروض دي؟ كان موجود او بيبقى موجود كمان على الدورات السابقه من خلال لجنه مشاهده. السنه دي كان في لجنه مشاهده مكونه من دكتوره سماح السعيد، دكتور محمود سامي، دكتور وليد الشهاوي، الفنان احمد الرفعي، الفنانه سما ابراهيم، مجموعه كبيره جدا، هم خبراء، هم زمايلنا، بيشوفوا العروض وبيحطوا درجات وبيقيموها وبيشوفوا أشكال عروض مختلفة متنوعة، وده اللي موجود عندنا في 25 عرض الموجودين، تلاقي أشكال كتير متنوعة فيها طاقات مختلفة. أنا واثق إن أنتوا إن شاء الله تستمتعوا بيها إن شاء الله. طيب احكي لنا عن تجربتك مع الفنانة غادة عبد الرازق في صدر عقارب. أولا هي نجمة كبيرة جدا، مش شريرة زي ما بنشوفها في المسلسلات. أنا غادة يعني هي أطيب قلب ممكن تقابليها، تتكلم معاك طول الوقت كمان بره بقى الكواليس، في خبرتها في الحياة بتقول لك إزاي تبقى موجود، إزاي تبقى ناجح. هي فنانة ليها قاعدة جماهيرية من زمان كبيرة جدا ومستمرة لحد دلوقتي، بتحب زمايلها، تساعدهم، تبقى مهتمة إن كلنا نطلع بشكل كويس جدا، فكانت تجربة بالنسبة لي مختلفة فنيا وإنسانيا، وطلعت انا وهي اصدقاء من العمل، فدي حاجه كبيره جدا ان يبقى نجم طول الوقت بيديك نصايح، طول الوقت فنيا وانسانيا بيبقى مخلي باله منك، ان هو بيقول لك اعمل كذا عشان توصل لكذا،
فدي حاجة كبيرة جدا. عايزك تبقى ناجح زيه. دي حقيقة، وهو ده النجم الحقيقي اللي بيعمل كده وبيبقى عايز عمله بكل عناصره يبقى ناجح. اهلا بيك على شاشة تلفزيون اليوم السابع، منورة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كنا عايزين نتكلم عن الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، بيختلف عن الدورات اللي فاتت ازاي؟ هو احنا كان قبل كده الدورات اللي فاتت من مهرجان نقابة المهن التمثيلية ان احنا كنا بـ 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 بنعمل المهرجان على مسرح النهار، وكنا بناخد لجنة التحكيم كانت بتاخد 10 عروض فقط. السنة دي لان احنا بنعمل مهرجان متخصص فاتقدم لنا اكتر من 80 عرض مسرحي، فاللجنة اختارت 25 عرض مسرحي ادت درجات عالية لل 25، فاحنا خدنا ال 25 عرض دول وبالاتفاق مع دكتور اشرف. دكتور اشرف قال والله لازم نتيح لهم كلهم الفرصة لان هو كلهم مستوياتهم يعني جيدة، فالمهرجان كبير بقى فيه 25 عرض مسرحي، فكان بالتالي لازم نعمل مهرجان على اكتر من مسرح. فالمهرجان السنه دي بيتعمل على مسرح لوسابير، مسرح النهار، مسرح الفن جدال الشرقاوي، ومسرح الجامعه الامريكيه، ومسرح جراند حياه. فكان لازم ان يبقى فيه تنظيم مختلف، يعني ان اللجنه هتتفرج تشاهد العرض ده هنا، وبعد كده تشاهد العرض ده هنا، وبعد كده تشاهد العرض ده هنا. وكان لازم برضو المهرجان بما انه كبر كان يبقى فيه نشره، فالسنه دي بيتعمل نشره بيرقصها الاستاذ يسر حسان. النشره دي هتبقى ورقيه وهتبقى الكترونيه. بصراحه انا بحيي دعم الشركه المتحده للمهرجان هذا العام، لان هي مؤمنه بدور المسرح، عملت دعايه كويسه جدا للعروض على قنواتها. فكره طبعا شركاء النجاح فكره يعني مهمه، يعني مهمه جدا فكره ان شركاء النجاح اللي دعموا المهرجان بقوا كتير، ده شيء عظيم. الحاجة التانية برضو اللي مخلينا كلنا سعداء هي فكرة السوشيال ميديا وتوثيق صفحة مهرجان النقابة، وان بقينا بنتعامل بشكل بروفيشنال اكتر،